ونعود إلى قول الله تبارك وتعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. قال بعض أهل العلم إن المولى هنا يقسم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال يقسم ببقائه، وبعضهم قال يقسم بعيشه. فالعيش والحياة والبقاء كلها ذات معان متقاربة، وإذا كان هذا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى أن يقسم بحياة نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنه في حق الناس لا يحل لهم ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. أما ما نسمعه من بعض الناس وحياتي وشرفي وكذا، هذا كله ليس مما يبيحه الشرع الشريف.